التنان لتعيشوا معه أجمل أجواء الملاعب المحلية والعالمية. عم بيضربوا من كل الجهات، هدف للبلانكو ميرينجي مدريد. حماس الفوتبول وروعة الباسكتبول على طريقته. جاريث بيل عنده فرصة خطيرة حاليا لريال مدريد. جاريث بيل عم بتلاعب بالدفاع الألماني، بيدخل منطقة الجزاء. بالإضافة لأهم القضايا مع ألمع النجوم الرياضية. أكيد رح ناخذ رأي الكابتن أمير رسم حاليا بالهدف. إلي أسيس بساعة واحدة، بساعة واحدة بيهز البلد. بيسبور بالبلد كل تنين ست المساء على راديو البلد. رياضية طيبة مستمعينا الكرام، وما كنتوا عم تتابعونا اليوم يوم جديد وأسبوع جديد من كل الأحداث الرياضية. معكم من خلف ميكروفون الأسيس وعبر الإخراج الإذاعي أحمد عنقى بحلقة جديدة من برنامج سبور بالبلد. مباراة الحدث امبارح كانت مباراة القمة بمباريات الدوري اللبناني لكرة القدم. النجمة وجمهور النجمة العظيم بملعب صيدا البلد بمواجهة العهد. أيضا وأيضا أخبار المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني بكرة القدم وافتتاح المرحلة الأولى من الدوري اللبناني بكرة السلة. مثل العادة والعالم أحمد علاء. مهرجان سبور بالبلد مثل ما كان امبارح في مهرجان بمدرجات ملعب صيدا البلدي. اكثر من 11 الف نجماوي كانوا عم بغطوا مدرجات بوابة الجنوب ملعب صيدا البلد. الطوفان النبيذ امبارح من كل الجهات من كل المناطق عم بيصرخوا باسم النجمة. من الساعة 12 الظهر نجمة 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 بكل مدرجات ملعب صيدا البلد، 11 ألف عم بيهتفوا باسم لاعبي الطوفان النبيذي. ملا مباراة للنجم امبارح. زمن الكرة عم بيعود مجددا، زمن كرة القدم اللبنانية عم بيذكرونا بالزمن الجميل، عم بيذكرونا بمباريات النجم والأنصار على ملعب برج حمود، عم بيذكرونا بمباريات النجم أيضا والأنصار على ملعب بيروت البلدي، على المدينة الرياضية، على كل الملاعب. ذكرونا أيضا بأيام منتخب لبنان بقيادة العبقري تيو بوكر. لما روابط الأندية تشتغل بهيدي الطريقة بيكون في عنا مباراة بهيدي الطريقة مثل ما صار مبارح. وعلى طريقة النجمويين دائما تحية كتير 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 كبيرة لجمهور النجم العظيم. أسبوع كامل، أسبوع حافل، أسبوع مميز كان قبل انطلاقة مباراة الحدث، قبل انطلاق مباراة قمة الدوري اللبناني بكرة القدم. النجم بمواجهة العهد، أو لا الأصح العهد بمواجهة النجم. ليش؟ بما أنه مبارح المباراة كانت تعتبر على ملعب العهد، إنما شو صار؟ جمهور النجمة رفض أنه تكون هذه المباراة وين؟ على ملعب العهد بعقر دار العهد. 11 ألف نجماوي عم بيزلزل مدرجات صيدا البلد. من الساعة 11 تقريبا بدأت كونفويات النجمة تنطلق من بيروت، أيضا من الجنوب، من البقاع، من الشمال، من كل المناطق اللبنانية متجهين إلى ملعب صيدا. الساعة 12
أكثر من 6000 إلى 7000 متفرج موجودين على المدرجات بانتظار مين؟ بانتظار قائد النجمة عباس عطوي بالرقم 10، بانتظار معشوق الملايين صاحب الرقم 20 السوبر خالد تكجي، أيضا وأيضا بانتظار محمد شمس، بانتظار السنغالي الشيخ البلدوزر البشري لسينا السوبر صورو ملا لسينا صور. وبانتظار حسن حمدان والمدرب الثعلب تايو بكر يا احمد عنا. العهد كانوا متصدرين البطولة قبل هالمباراة، العهد دخلوا اللقاء متصدرين دوري ألفا لكرة القدم، عم بيتوعدوا بعضهم اللاعبين. أونيغا كان طرد بمباراة النبشيت، ما طرد بالبطاقة الحمراء من البطاقة الصفراء الثالثة المتراكم، وبالتالي غاب عن مباراة النجمة. لو كان أونيغا مباراة مبارح أوف ملا مباراة، كان ممكن تفرق النتيجة، ما حدا بيعرف. الرمي العاجي أيضا كان حاضر من قبل العهد، وأفضل لاعبي العهد ببطولة لبنان بهالموسم التونسي إيهاب المساكني. هيثم فاعور كان قائد الفريق الأصفر بهالمباراة عوضا لأونيغا، وكان موجود وسط الملعب. أيضا كان حاضر محمد حمود حارس مرمى العهد. المنتقل من النجمة ببداية الموسم كان على أساس هو حارس النجمة، انتقل للعهد عن جد، كان في عدة مواجهات ضمن المواجهة. الحاج محمود حمود أيضا مدرب العهد اللي هو هداف النجمة بسنوات وسنوات، أيضا هو كان عم بواجه فريقه السابق. ومبارح مين حضر على المدرجات؟ مين كان على المدرجات مبارح عم بشجع جمهور النجمة وعم بشجع لاعبي النجمة؟ مايسترو الكرة اللبنانية، مايسترو القلعة النبيزية، مايسترو أبناء المنارة، عم نحكي طبعا عن صاحب الرقم 20، مين؟ موسى حجاج. النجمة حتما، هيك كان أقول مبارح جمهور النجمة، هي كلمة هي نجمة. طيب ما رح اروح لعبيد، رح اخبركم اكيد النتيجه. امبارح مباراه النجم والعهد انتهت بفوز النجم 1-0 بهدف لمين؟ خالد اللاعب الخالد الرقم 20 تكجي، عم بيهدي عم بيروض عم بيسدد عم بيهز الشباك، 1-0 للنجمه. ابناء المناره الى الصداره بكل جداره. فينا ما نحكي عن هالمباراة، فعلا مباراة كانت مميزة، مباراة رجعت كرة القدم إلى الزمن الجميل. أشد المتفائلين فعلا امبارح، ما كان متوقع أنه يكون هذا العدد الجماهير بأرض الملعب، كنا متوقعين يكون في عدد جماهير كتير كبير، إنما هيدا العدد، هيدا الكم الهائل من متابعي وعشاق النجمة، تحية كبيرة 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 لكل نجمة ومباعزة على أرض الملعب. وهون بدي اطلب من كل جماهير الانديه الاخرى، وانا ايضا بدي اوجه تحيه لجماهير طرابلس اللي كانوا موجودين امبارح بطرابلس، ايضا كانوا حاضرين. جمهور الانصار ما عم بغيب ابدا، عم بيلحق فريقه لك فرجوز، وعم بيكون حاضر بملعب بيروت البلدي. جماهير الانديه كلها عم بتكون موجوده، عم بتزيد نوعا ما. هيدا كان هدفنا قبل بدايه الموسم، هيدا كان التارجت تبعنا قبل بدايه الموسم، كل اللي عم بيشتغلوا بكره القدم اللبنانيه كان كل هدفنا انه نرجع الجماهير الى ارض الملعب. انما فعلا تحية كبيرة لكل جماهير الأندية اللبنانية اللي بلشت تعود إلى الملاعب، ولكن التحية الأكبر، التحية الأعظم للجمهور الأعظم، للجمهور الأكبر، طوفان النجمة اللي عبى مدرجات ملعب صيدا البلدي. عشق النجمة ما له حدود، هيدا كان شعار جماهير النجمة. وبرجع بذكركن جمهور النجمة وشعاره الأبد الأزلي نجماوي من قبل النجمة.
نحكي أكثر وأكثر عن اللوحة الجماهيرية الرائعة وملايين النجمة اللي أكيد كانوا موجودين بالبيوت عم بيحضروا مباراة امبارح، مباراة القمة، وال 11,000 وأكثر شوي أكيد من 11,000 كانوا موجودين ملعب صيدا البلدي. أصبح معنا مباشرة على الهاتف أمين سر رابطة جمهور نادي النجمة أستاذ بايس. بايس أهلا وسهلا فيك على هوا البلد. أهلا وسهلا فيك أستاذ لي، وبشكرك على المقدم لجمهور النجمة، وبدي أشكر جمهور النجمة كله عن جد اللي رجعنا لل 2004، والحمد لله نحن انتصرنا انتصارين امبارح، الانتصار اللي كان على عرض الملعب وانتصار عودة جمهور النجمة الحقيقي للملعب. هذا العالم كان كله عم تراهن انه جمهور النجمة خلص راح، بقى في جمهور النجمة الحمد لله بإيماننا وصبرنا وحبنا لنادي النجمة عدى هالجمهور. جمهور النجمة هو فاكهة الفوتبول بلبنان، جمهور النجمة حيضل الرقم واحد والمعادلة الأصعب في لبنان. بايش أنا بداية بدي هنيك، بدي هني كل القائمين على جمهور النجمة، بدي هني جمهور النجمة، بدي هني النجمة بهيك جمهور فعلا. امبارح نحن كلنا امام مفصل عودة جمهور النجمة على الملاعب، حيكون باي حجم. شفناكم كجماهير نجمة مباراة الانصار، شفنا ايضا جماهير الانصار اللي عادت الى المدرجات، شفنا جماهير طرابلس ايضا، ولكن امبارح كان فعلا محك، كان اسبوع حافل جدا لعودة جمهور النجمة. الطوفان النبيذ انا مثل ما وصفته بمباراة الاخاء، ولكن عن جد امبارح كان طوفان بامتياز، كان اعصار نجمة بالملعب. قد ايه تعبتوا لوصلتوا لهذا الرقم يلي كان به تقريبا بحدود 11,000 غطى مدرجات ملعب صيدا البلدي؟ قد ايه انتم اشتغلتوا بهذا الاسبوع؟ قد ايه كان صعب ضبط هيدي الجماهير؟ يعني اذا بدي اقول لك ما حتصدق، اللي بيعرف ان عائلتي، ان بيعرف ان عائلتي وعائله كل الشباب اللي عم بيشتغل، مش بس انا باخذ موضوع العاتي، حتى احكيك انه نحن متنين مش نايمين. يعني نحن اليوم طول النهار ما جلنا على شغلنا، كلنا نايمين، كلنا قاعدين ببيوتنا، تعبنا ارهاق كبير، قلنا من التنين نحن مش نايمين، وكل يوم اجتماعات وكل يوم بمنطقة معينة وكل يوم هذا. الحمد لله قدرنا نرجع، وهلأ صار عنا المسؤولية أصعب، نستمر بحشد الجمهور ونستمر نضلنا نشجع بحضارة ونستمر. بس يا أستاذ إلي، نحن عتبنا كثير كثير على القيمين على الفوتبول، وحتى عتبنا كثير على القوى الأمنية. نحن عم نقاتل لوحدنا، نحن متروكين لوحدنا لنرجع الجمهور، متروكين لوحدنا نحن نعمل البوليس، نحن نعمل العسكر، ونحن نعمل هذا. بدنا مساعدة، بدنا حدا يوقف معنا حتى نرجع الفوتبول. جمهور النجمة استاذ لي، جمهور النجمة بس هاي بدي يوقف عنده كثير، جمهور النجمة بشكل كل الطوائف بلبنان. عنا من الشمال، عنا من الجنوب، ما حفوت بالطوائف، عنا من الشمال، عنا من الجنوب، عنا من بيروت، عنا من الأبا، ما علينا نوقف كلياتنا عند هذا الظاهرة بجمهور البلد. إذا في شيء عم يوحد لبنان هو جمهور نادي النجمة. إذا في شيء بيبعد المناطق المتنازع عليها طائفيا هو جمهور النجمة عم يقعدوا على المدرج مع بعض. فهذه ظاهرة لازم نحن كلنا نستعملها لا نخلي الشعب اللبناني ونخلي الجمهور اللبناني يقعد من الفوتبول يرجع يحب بعضه، من الفوتبول يبعد عن الأحزاب، يبعد عن التطرف. خلينا ناخذ قاعده هي نادي النجمه ونمشي عليها، ومن كرمال هيك نحن عم نطلب تشجيع، عم نطلب حدا يوقف معنا. يا خي نحن اذا في واحد من طائفه وطائفه عم يقاتلوا بعض، عم يجوا اليوم على مدرج واحد، هذه ما لازم حدا يشوفها بعين الاعتبار ويجي يعمل كتب ودراسة. نحن عم نمثل فيلم، هلأ عم نمثل فيلم فرنسي، وفي مخرج فرنسيوي عند هذه الظاهرة انه كيف هالنادي عم يجمع كل الطوائف. فما علي نحن القائمين على الرياضة انه نوقف مع بعض ونحط ايدنا بايد مع بعض لنرجع الفوتبول ونرجع البلد مثل ما كان من ورا نادي النجمة. بدي ضم صوتي لصوتك بموضوعين كتير مهمين. اول شيء جمهور النجمة عابر للطوائف، صحيح 100%، انا بتاكد على هذا الموضوع فعلا. هيدي ظاهره عم نشوفها نحن بكره القدم اللبنانيه. امبارح
ل 11000 صدقوني يا مستمعينا انه اكيد متعددي الطوائف. فعلا جمهور النجمة من كل المناطق اللبنانية امبارح كان عم بيزحف الى ملعب صيدا البلدي. هيدا رقم واحد. رقم اثنين غياب القوى الامنيه. بيج انا بدون صوتي الى صوتك امبارح مش معقول. 10 عناصر من قوى الامن والدرك يعني بدو جون تحيه اكيد كانوا موجودين بدو يضبطوا 11000 نجماوي بارض الملعب بدون اي استفزاز وبدون اي موضوع. يعني موضوع كبير هيدا الموضوع. مين مسؤول عنه هون؟ عده علامات استفهام. بدون صوتي الى صوتك بهيدا الموضوع كرمال تيبقى هيدا الجماهير بارض الملعب. لازم القوى الامنيه ترجع هون. طلبك مباشره للقوى الامنيه بيج انتم كجمهور نادي النجمه كإدارة نادي النجمة كيف عم تتعاطوا بهذا الموضوع؟ صحيح الاتحاد بيتحمل مسؤولية بهذا الإطار إنما أنتم كجمهور أو كإدارة جمهور أو كنادي ممكن تطلبوا بيوم من الأيام أيضا وتفرضوا على الاتحاد إنه نحن تيكون جمهورنا بأرض الملعب نحن بحاجة نعتبر لهل عدد من القوى الأمنية. اجتماعاتكم على الاتحاد عم تكون مكثفة بهذا الإطار؟ ليك من ضمن كنت عم بقول لك نحن من الثلاثين قاعدين اجتماعات من أهم شغلة كانت عنا هي موضوع القوى الأمنية وموضوع الأمنية. شو عم بيكون الرد؟ الرد مؤسف جدا انه نحن تروح عند القوى الامنيه نحن اصلا ما بدنا فوتبول نحن مش فاضيين للفوتبول. حلو. هلا انا بفهم ان القوى الامنيه شو عندهم بهالبلد بنفهم بس يا اخي تخيلنا انت عندك عساكر محطوطين منتشرين على الحدود منتشرين بوين مكان بس كمان في عناصر قاعده بالسكنات ما لنا نعطيهم شوي ساعه للفوتبول لنعود العالم على الرياضه. لك نحن عم نشتغل مش عم نشتغل لحزب ولا عم نشتغل لو في هلا مهرجان طائفي لو في مهرجان لشي شخص مسكر طريق لطائفته او مسكر الطريق لكل الطوائف ما عم بحكي عن حدا ما عم بحكي عن حدا معين. لو في مؤتمر صحفي لو في شيء بتلاقي اكثر من 10000 عسكري حوالين الاحتفال او هذا. اما مباراه فوتبول عم تجمع كل اللبنانيين مع بعض حتى مباراتنا نحن مع الأنصار يعني حتى مباراتنا هذا نحن ما عم نلاقي حدا. الغريب انه يمكن العتب هون على الدولة لانه الدولة هي لازم تعلمنا هذا الشيء نحن وبالحضانة تعلمنا نحن وبالصفوف الاولى تعلمنا انه الرياضة روحوا على الرياضة روحوا على الفوتبول روحوا على الباسكت روحوا على كل الالعاب لتعلم الشعب اللبناني. نحن شو عم نروح عم يزتونا بالشوارع بالاسلحه وبالمخدرات وبالهذا. لا نحن بدنا نغلب العالم كله ونحن ما حنصبر ونحن حنضلنا عم نحارب كل العالم لترجع الرياضه ويرجع لبنان مثل ما كان. صحيح احنا بنتمنى هذا الموضوع يصير واكيد ما في شك بايج انه امبارح جمهور النجمه عصب جمهور النجمه سبب رئيسي باعاده كره القدم اللبنانيه. في كثير عالم بايج عم بتقول انه امبارح هي اول يعني اول بدايه اعاده كره القدم اللبنانيه للزمن الجميل وهذا امر صار واضح. نقل تلفزيوني مكلف الملايين. انا ماني مخول احكي بهذا الموضوع لانه انا يمكن تعرف انه انا ضمن هذا النقل ما لي حق احكي بس هيدي الحقيقه. نقل مكلف الملايين مش مطلوب ابدا انه بس يرجع هيك جمهور. وصلنا لهدفنا اللي احنا كنا بنحلم فيه من 3 سنوات اول ما تلفزيون جديد اخذ هذا النقل. هيدا كان التارجت انه يرجع الجمهور بهيدي الطريقه. وانت بتعرف بايش وكل الانديه بتعرف وكل الجماهير بتعرف انه هذا كان هدفنا وهدف استاذ حسن شراره من اول لحظه. لما نوصل لهيدا المشهد قدامنا امبارح كانه بلشنا نرتاح. مش مسموح بقى يغيب جمهور النجمه ولا جمهور الانصار ولا جمهور اي نادي اخر على الملاعب. ما بعرف قد ايه ممكن القوى الامنيه تساعدنا بهذا الموضوع يعني وانتم كرابطه جمهور يعني نترجاكم انه شوي الجمهور يضلوا مثل ما كان امبارح. يعني انتم عندكم القدره اكيد بشكل او باخر تضبطوا هذا الجمهور وبتصور انه انتم مكفيين حتى مباراه النبشيت اخر مباراه بمرحله الذهاب ورح تكفوا بنفس الطريقه. يمكن ما يجي ال 11000 ولكن بكل تاكيد جمهور النجمه معروف شو جمهور النجمه. شو بتوعدنا لالنا شو بتوعد الجماهير الجماهير رح تبقى بالملعب رح تضل عم تجي رح تضل عصب جمهور النجمه مثل ما كان امبارح مباراه العهد؟ اكيد اول شيء الحمد لله جمهور رجع من مش بس المباراه لانها مباراه كبيره امبارح بمباراه العهد رجع بمباريات قبل مع الاخاء مع الراسين كان جمهور عدد كثير كبير. اما بالنسبه نحن الحمد لله نحن انتصرنا على ظاهره كبيره كانت بالملاعب الفوتبول وهي ظاهره الطائفيه والهتافات الطائفيه. نحن الحمد لله جمهور النجمه من اول البطوله ما في هتاف طائفي ما في هتاف شيء عم بيكون على المدرج هاي انتصرنا عليها. بس نحن وحتى عم نخفف يعني هاي اول مباراه بدك توافقني الراي هاي اول مباراه بين النجمه والعهد ما بيكون في تشنج كبير او هتافات مسيئه لنادي العهد بدك توافقني على هذا الراي لانه الحمد لله عم نقدر نضبطها وان شاء الله لاكثر. نحن عم نطمح الى الاكثر عم نطمح انه تضل المباريات احسن واحسن واحسن.
او عم نعمل اجتماعات بين الروافد وبين الاندية حتى نخفف على الاحتقان اللي عم بيصير على المدرجات. بس نحن مثل ما قلت لك نحن عنا شغلة بس يعطونا 10 عناصر على المدرج معنا مش بأرض الملعب. انت هالعشر عناصر كانوا بأرض الملعب يعني كمان ما عم بيعملوا شيء. يعطونا 10 عناصر بأرض المعنى على المدرج وشوف ملا جمهور حيكون صحيح. وإن شاء الله نحن بنوعد من هلا ورايح إنه جمهور النجمة حيكون بأعداد كتير كبيرة. ونحن عم نشتغل على كل المناطق كمكتب جمهور النجمة عم نشتغل على كل المناطق لنعزز مسيرة جمهور النجمة بهالبطولة إن شاء الله. يعني طولت عليك بعرف بايج بس عن جد عندي سؤال أخير مهم هلا خطر على راسي. امبارح مايسترو الكرة اللبنانية مايسترو النجمة ملهم كل النجمويين كان موجود بلافتة فريدة من نوعها فعلا مع جماهير النجمة بالمدرج المواجه المسرح الرئيسي يعني مع 11,000 مع الجماهير كان موجود امبارح. شو عنا لكم هذا الوجود لموسى حجاج هذا الظاهرة بعالم كرة القدم اللبنانية؟ وسؤال مرتبط بنفس هذا الموضوع هل خالد تكجي صاحب رقم 20 الآخر اللي بلش ياخذ بمكان أو بآخر بقلوب النجمويين حب كتير كبير هل ممكن نقارن تكجي موسى حجاج؟ هل تكجي ممكن بعد كم سنة لقدام يصير عنده نفس الجماهير مثل موسى حجاج جمهور موسى حجاج في جمهور خالد تكجي؟ أول شيء بالنسبة للكابتن موسى هو رقم واحد بنادي النجمة هو لاعب التاريخي لنادي النجمة اللاعب معشوق الجماهير النجمة بأهله وسهله ووجهه خير كان علينا يعني بعد إجا بعد 5 دقائق سجلنا الهدف. نشكر كابتن موسى اللي بادر واجا على الملعب وهو حط حاله كجندي بنادي النجمة ونحن بنقول له اهلا وسهلا فيك بنادي النجمة واذا مش هلا بعد فترة ان شاء الله بيكون بنادي النجمة. موسى له معزة كبيرة بجمهور نادي النجمة ما حدا بيقدر يشيله من نادي النجمة هو ابتعد شوي بس ان شاء الله بيرجع لعنا. اما بالنسبة لخالد تكجي خالد تكجي وصل للعالمية بالفوتسال وإن شاء الله بيوصل للعالمية مع نادي النجمة. بنتمنى لك كل التوفيق لك وجمهور النجم فعلا بدي جدد شكري الكبير لكل القائمين على هيدا الجمهور العظيم فعلا امبارح اللي غطى مدرجات ملعب صيدا البلد. واتمنى كل التوفيق للمباريات القادمه وان شاء الله يا رب هيدا الجمهور بيضلوا بالملاعب وبيضلوا عصب كره القدم اللبنانيه مثله مثل كل جماهير الانديه الاخرى. امين سر جمهور رابطه جمهور نادي النجم هيجي بيس بتشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا لك اوكي فعلا النجم امبارح كان بيسحق التقدير. وصلني على واتساب شخص لإلي يعني اكيد على تليفوني شخص انا ما عم بتلقى ابدا واتساب على البرنامج يعني ما بعرف ما عم بقول الرقم لانه فعلا عم بتكون الحلقه ضاغطه. وصلني انه جمهور الانصار بنو جمهور طائفي. طبعا جمهور الانصار بنو جمهور طائفي اكيد جمهور الانصار هو جمهور عزيز جدا على قلبنا على قلب الجميع وهو من اكبر روابط الجمهور بلبنان هذا ما بده شك يعني ابدا ما بدنا نقاش هذا الموضوع. جمهور الانصار يبقى جمهور الانصار الانصار يبقى الانصار الفريق الاعرق الفريق الاكثر تتويجا 13 لقب دوري 13 لقب كاس وما ادرانا بالانصار. ما في كره قدم بلبنان بلا الانصار ايضا ما في كره قدم بلبنان بلا النجمه وبلا جمهور النجمه وبلا جمهور الانصار. وعد مني انا عبر راديو البلد انه اكيد انا متاكد انه جمهور الانصار رح يعود بكثره. جمهور الانصار رح يعود ليرد على جمهور النجمه نهار الاحد بمباراته امام الصفا على ملعب بيروت البلدي. الانصاريين والقلعه الخضراء مش رح يرضوا ابدا انه يشوفوا ال 11,000 نجماوي بملعب صيدا البلدي وما يردوا عليهم بالالاف بملعب بيروت البلدي. انا متاكد من هذا الموضوع. تذكروني نهار الاحد بالنقل التلفزيون وشوفوا جمهور الانصار وشوفوا العدد الكبير للجمهور القلعه الخضراء. رح نتابع بكره القدم اللبنانيه رح نحكي اكثر نجمي وانصار ورح ناخذ خالد تكجي نجم الاسبوع نجم مباراه النجمي ولكن حاليا عندنا فاصل قصير ومن بعدها رح نواصل. معكم لمتابعة حلقة الأسبوع من سبور بالبلد وكانت فعلا مخصصة هذه الحلقة عن جمهور النجمة وأيضا عن فوز النجم امبارح على
العهد بقمة مباريات المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني دوري ألفا لكرة القدم. امبارح النجم كان عم بينتزع الصدارة مع العهد، أصبح معه 23 نقطة بصدارة بطولة لبنان لكرة القدم. الأنصار بالمرتبة الثانية، رائع جدا يا أنصار. وأخيرا عودة القلعة الخضراء، وأخيرا عودة أبناء بيروت إلى المنافسة على اللقب. 22 نقطة للأنصاريين بالمرتبة الثانية. اسمعوني كتير منيح مستمعينا الكرام، في حال فاز النجمة على النبشيت بالمباراة القادمة، هي المباراة الأخيرة رح تكون نهار السبت بتمام الساعة 3:30 من ملعب صيدا البلدي، وفي حال فاز الأنصار على الصفا اللي رح تجمع مباراة، هي قمة مباراة المرحلة الأخيرة من دوري الذهاب، رح يكون الأنصار فاز على الصفا والنجم، رح يستمر النجم أول والأنصار ثاني، وبالتالي رح تتجدول مباريات مرحلة الإياب بطريقة أنه يكون الأنصار والنجم بختام الدوري اللبناني لكرة القدم. وفهمنا كفاية أكيد، في حال استمرت المنافسة لح تكون المواجهة الأخيرة بالدوري، المرحلة الأخيرة أي المرحلة 22، مين ومين يا أحمد عنا؟ النجمة والأنصار، ملا مباراة يا أحمد عنا. عدت نجمة بعشق كرة القدم، ما في نسمة للنساء أبدا صدقوني، بس يكون في فوتبول ما في نسوان. من الآخر ما بدي يزعل مني الجنس اللطيف، إنما كرة القدم هي حياة، كرة القدم هي كوكب بحد ذاته، أنا بسميها كوكب كرة القدم، كوكب المستديرة. وما أدرانا ما المستديرة، وخاصة مع عودة كرة القدم اللبنانية إلى الواجهة، النجم أنصار صفا عهد كل الأندية عادوا مجددا كرة القدم إلى القمة. يلا يا جمهور الأندية، جمهور الأنصار، نهار الأحد إلى ملعب بيروت البلدي، القلعة الخضراء، الإعصار الأخضر، رح يكون أكيد معبى مدرجات ملعب بيروت البلدي بمواجهة الصفا، وأيضا جمهور الصفا اللي كان موجود من 3 سنوات، عودوا يا جمهور الصفا إلى المدرجات. جمهور طرابلس عم بيغطي مدرجات ملعب طرابلس، برافو لطرابلس، برافو لجماهيرهم. سلام صغرتا بالمرداشية، الصغرتاويين موجودين بكل الساحات بصغرتا تيشجع سلام صغرتا. التضامن صور، سفير الجنوب، سفير الجنوب أيضا، وجمهور التضامن صور عم بيكون موجود من كل الجنوب تيغطي مدرجات ملعب صور البلدي. يلا يا جمهور تضامن صور، عودوا مجددا إلى المدرجات مثل ما عم تكونوا بكل الساحات أيضا بالجنوب. جمهور العهد، في يكون في جمهور للعهد، فرجونا انه موجود عنده مشجعين للعهد، عودوا ايضا الى المدرجات، عبوا مدرجات ملعب صيدا البلدي. اخاء الاهلي علي ايضا، وايضا الساحل بالموسم الماضي كانوا موجودين وعبوا ايضا قسم مدرجات الملعب للمدينة الرياضية، فيكن ترجعوا، فيكن تعبوا المدرجات. النبشيت، قرية النبشيت بالبقاع، ايضا جمهور البقاعيين عم بيكونوا موجودين بالنبشيت. وايضا وايضا الرسينج، سندباد الكرة اللبنانية، القلعة البيضاء، يا جمهور الرسنج عود. لما كان الرسنج يعبي مدرجات جوني البلدي، لما كان الرسنج يعبي مدرجات ملعب برج حمود، وينن جماهير الرسنج؟ لح يعودوا مجددا مثل ما الأندية الأخرى عم بيعودوا جماهيرهم. الغزية بملعب كفرجوز أيضا موجودين شباب الغزية. ملا دور السنة، أجمل دوري لكرة القدم اللبنانية من سنوات. عريس الأسبوع نجم الأسبوع، عاشق، عشاق، معشوق، اللي بدكن يقولوا معشوق جماهير النجمة، معشوق الملايين، ساحر كرة القدم اللبنانية، صاحب الرقم 20 الخالد، الاسم الخالد لح يكون بالنجمة.
الاسم خالد والعائلة تكجي أفضل لاعبين كرة القدم اللبنانية. أسمعنا مباشرة على الهاتف خالد تكجي. أهلا وسهلا فيك على هوا البلد حبيبي. الله أهلا وسهلا فيك خالد. شو ما قلت قليل، صدقني شو ما قلت قليل لو على الهوا. هيك كثير يعني عم تعطيني أكثر ما بتستاهل. انتبه. بدي أقول لك شغلة، أنت سجل جول بماتش النابشيت لأن أنا رح أكون عم بعلق. سجل جول ورح أقول وبعدين اسمعها على اليوتيوب بالليل، ما رح أقول لك شيء. وعد وعد جيب جول. خالد تكجي نجم المباراة بدون أدنى شك، ثلاث نقاط السمينة جدا يلي أهدت الصدارة للنجمة. خبرنا خالد بصراحة، أول شيء حكيني عن هالجمهور الكبير، كيف كان شعورك بهالهدف؟ هدف أمام 11,000 يمكن أجمل هدف لإلك، صح ولا لا؟ أول شغلة مثل ما أنت تفضلت وقلت أستاذ قدير، بقول لك شغلة حلاوة كرة القدم، الجمهور، العالم، الحشد، وخاصة لما تتوج العالم يعني بشين بيته. صدقني مع احترامي لجماهير كل العالم، جمهور النجمة معروف لما بده يكون حاشد بكون حاشد، ولما بده يكون واقف مع الفريق بكون واقف مع الفريق. مثل ما شفت انت بصيدا هيدا الشيء، انا بنظري انا اول مره بعيش لحظه مثل هاللحظات. انا ابن هالنادي وانا طفل لهالنادي، صدقني انا اول مره بعيش هيك لحظات ب نادي النجمة قدام 11 و12 ألف، وهو كانوا يجوا 15 و20 ألف و25 ألف وكانوا يطلوا المدرجات. بس هيدي اللحظة أنا للذاكرة بالنسبة لي، هيدا الشيء اللي شفناه نحن فوق بالصيدة، هيدا شيء عظيم كتير. لانتبه للعيبة، فخر هيدا للعيبة، فخر للنادي، فخر لكل واحد عن جد. عشان اليوم لما الإنسان بحب النجمة عم يجي بشجع هالنادي، عفوا بكلمتي، ما عم ياخد معاشه آخر الشهر، هذا عم بكون عم بحب نادي النجمة، عم بحبه على عقيدة، هذا بحب هالنادي، بحب تاريخه، بحب أسطورته، بحب كل شيء فيه. صدقني هذا الجمهور اللي شفناه نحن فوق، هذا الشيء أكتر ما أوصف لك قول أكتر. هذا الشيء أنا بالنسبة لإلي بحد ذاته تاريخ، صدقني والله العظيم. خالد لحظة تسجيل الهدف، نعم، ذاكر شعورك لحظة تسجيل الهدف؟ صراحة يعني عن جد هذا شعور غريب. أول شغلة أستاذ لي بدي خبرك شغلة، إنه اليوم أنت عم تلعب ضد العهد، من الأفضل محترام الفرق كل من الأفضل هن بلبنان، عرفت؟ صحيح. وهن المنافسين اللي قراب اللي علينا، وهن اللي سابقينا بنقطتين وهلأ صرنا نحن سابقينا بنقطة. اليوم أنت عم تسجل هدف قدام 11-12 ألف، أنت شو بده يكون شعورك؟ يعني انتبه، انا ركضت لعندهم ومقصر معهم لهول الجمهور، انتبه يعني ركضت لعندهم ومقصر معهم عشان هولي فرحتنا، هولي نحن ثلاث نقط اللي اخذناهم من وراهم. صحيح. هولي اللي كانوا فوق اللي شفتهم انت 11-12 ألف، اللي هن هولي اللي نحن اعطونا دافع كتير كبير لنربح ثلاث نقط. صحيح. شو عم تحكي انت؟ طلعت انا شو بدي بلاش صرخ من كل قلبي، صدقني طلعت من كل قلبي. صحيح. الصرخة عن جد صرخة من كل قلبي لهول الجمهور كل اللي جاي قبل بساعتين ونص على الملعب، وجاي من قبل الحاجز مشي، صدقني. مزبوط. طب كيف منكفيهم لهول؟ كيف منكفيهم غير كفايتهم يا خالد، كفايتهم وخلصت، انت عملت اللي بدهم اياه. كيف منكفيهم غير بالربح وبثلاث نقط وانه يظهروا مبسوطين والضحكة على وشهم؟ صحيح. خالد بصراحة هالمباراة انا بعد في شغلتين احكي فيهم باختصار قد ما فينا، ما بدي اخذ كثير من وقتك. اول شغلة مباراة العهد كانت تحديدا، عادة نحن معودين نجم انصار يكون عندها الحساسية الكبيرة. نعم. شو يلي خلى عن جد تكون حساسية هالمباراة هالقد كبيرة، هالقد جمهور نجم يرد على العهد، يرد على إداريي العهد تينزلوا بهالعدد الكبير بأرض الملعب؟ اول شغلة كيف انت بتعرف انه المنافسه متقاربه بينه وبينه من نقطتين، مع انه تواجهنا نحن والانصار، بس انه بمرحله الذهاب مين بده يعمل بطل؟ ها هي كل القصه، مين بده يعمل بطل؟ كانت منافسه متقاربه بينه وبينهم، فرق نقطتين، سبقناهم هلا نحن بنقطه، عشان هيك اجى حشد كبير، وهن جماعه كانوا ماشيين مثل ما بقولوا على الفرق كلها، عم بيعملوا نتائج كثير حلوه. ومثل ما انت شفت قبل ضد النبيشيت عملوا نتيجه كثير كبيره. صحيح. فالعالم كله يعني عرفت، يعني انا كلاعب خالد، انا مما شفت مما حكينا يقولوا لي العهد حيربح عليكم، العهد حيربح عليكم، العهد هذا دافع لك تعطاني كثير يعني. خاصه اونيجا خاصه اونيجا يعني شو قلت له لاونيجا انت؟ ماشي انا بحكيك بعد الماتش، ماشي
انا قد ايه جاني اتصالات وقد ايه جاني على الـ على الفيسبوك وعلى على الواتساب صدقني ما حكيت حدا رفعت التليفون قلت له انا جا انت حبيبي بس حبيبي ما تكلمني انا متصدر خلص حلو يا خالد حلو يا انت حكيته بالملعب رديت عليه على التلفزيون شافك انا ما حكيت فيه بالملعب كان الرد 100% خالد اخر نقطة بس بدي احكي فيها تفضل جائزة افضل لاعب امبارح خبرني انا كيف قدرت اجيب خالد تكيس مع مقابلة على الهواء اليوم مش معقول هيدا الجمهور الحاجة اللي انت عم تحكي فيها اليوم يعني صدقني يعني ماخدين 3 نقط وربحانين على فريق مثل العهد طب شو بدك يعني بس سؤال انه وانت متصدر وبتعرف طعم الصداره شو 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 شو, شو حلوه أكيد. وبتعرف خاصه لنادي النجمه الا طعم عم بحكيك عن جد صدقني دقولي انا ونازل من الطريق دقولي قالوا لي مسكرين الشارع مسكرين شو اسمه عم الاحتفالات صدقني خالد يعني شو بعد بدك انا انا عم نبش عليك ما عم بقدر لاقيك بين الجمهور وحاملين لك على الاكتاف صدقلك اصعب شيء عملته امبارح انه قدرت اعمل مقابله معك مش معقول انا للصراحه يا اليس للصراحه اختنقت امبارح انا اخر شيء قلت له لواحد احملني لفوق خلص ما بقى قادر اتنفس ما بقى قادر 100% خالد باختصار بكلمه واحده عم بتذكر قصص يعني انه ما بعرف موسى حجاج امبارح حضوره بالمدرجات قد ايه فعلا هذا شيء مهم لشخص مثل خالد تكجي خاصة انت لابس الرقم 20 وهذا شيء كتير كبير بالنسبة لك 100% بدي اقول شغلة كتير مهمة موسى حجاج لو ما بيحب هيدا النادي انتبه يعني اليوم انت موسى حجاج اسم نادي النجمة ما فينا ننكر هيدا الشيء موسى حجاج لو ما بيحب هيدا النادي لو ما بيحب هول العالم هول البشر وهول عن جد الصغار والكبار والنساء وكل هول ما بيجي بيوقف وبيحشد قدامهم موسى حجاج بحب نادي النجمة عرفت صحيح. لو ما بحب نادي النجمة بتشوفهم يمكن موجود كان امبارح وعم بواكب نادي النجمة بأصعب الأوقات لأله خايف صحيح. بأصعب الأوقات شفته مع جمهوره مع الجمهور وبنص الجمهور شفته فهيدي لقطة أنا صدقني كتير لفتت لي نظري وصدقني أنا كشخص أنا قلت عنه عن جد إنسان وفي لناديه تبه اليوم أنت صعب تلاقي إنسان وفي لناديه صح بهيك ظروف نحن اللي عايشين فيها هذا الزلمة وفي لناديه وموسى حجاج باعتقادي انا باعتقادي الشخصي قدم كثير لهذا النادي صح خالد تكجي اكيد انت ببعد سنين قليله رح تكون عم تنافس موسى حجاج على عشق جمهور النجمه هيدا امر واضح يمكن هلا انت المعشوق الاول بجمهور النجمه هيدا امر كمان صار واضح بتمنى كل التوفيق انت لاعب كبير انت لاعب تستحق المنتخب واكيد مساله ايام بتكون بمنتخب لبنان لكره القدم وان شاء الله يا رب يا خالد دلك من اعلى الى اعلى حبيبي يا استاذ علي وانت كمان ما شاء الله عنك بنجاح لنجاح ما شاء الله عنك يعني مثل ما بنعرف بكل الشغلات يعني وما نجيبك بنحط وما نجيبك بتجي واقف الحمد لله شكرا يا برافو عليك كمان انت كفي هيك الله يعطيك العافيه وعن جد عم تبذل مجهود كتير كبير عشان توصل وبالفعل اذا ما عملت هيك ما بتوصل الله يعطيك العافيه شكرا يا خالد هذه شهاده كتير كبيره بالنسبه لي شكرا لك من لاعب كتير كبير شكرا يا خالد تكجي شكرا لك مع خالد تكجي فعلا افضل لاعبي كره القدم بلبنان بدنا نختتم كرة القدم اللبنانية يلي هو اختتم كل شيء خالد اختتم كل شيء مبارح أنهى الصدارة لأبناء المنارة وأكيد بكل جدارة من لاعب عظيم اسمه خالد تكجي صاحب الرقم 20 هذا كل شيء بكرة القدم حاليا رح يكون معنا نبيل مصطفى زميلنا صديقنا حيبقى لنا رح يكون معنا أكيد رح ناخد نتخطى 7:07:05 بدي يسمح لنا أكيد أحمد عنقة بس لأنه عن جد كان ماتش النجم والعهد بيسحق هذا يلي عملناه يلا يا احمد علاء Donc il coupe le doigt des thunes va payer sur nos bitumes Cogne grâce à tête très fort je veux pas qu'on prenne pour une petite pute les mecs du quartier d'en face me font tous les nerfs ils me pensent mais ils savent pas que même seul touche les baisse ils me donnent des sous ils me prennent pour qui depuis des mois je patiente ils profitent de choix sans équipe faut que ces bâtards la sentent mon ref est au placard à la santé j'ai son tarpé pas question de m'en écarter je vais dans leur tête les éclater un baiser pour ma mère l'espoir du pardon divin le quartier dans mon cœur monte me parler moi je dis rien bang bang. Perdre ma vie bang bang كرة القدم أكيد قبل ما ننتقل لأخبار المحركات رح نحكي
للحظات قليلة عن كرة السلة فعلا, عن كرة السلة اللبنانية أيضا كانت بدأت, وكنت وعدكم أن أحكي شوي حد بس المستمعين بالنتائج. الحكمة كان عم يفوز على الشانفيل مرحلة الأولى 103-93. الشانفيل قدم مباراة كبيرة, هوبس كان عم بيخسر أمام الرياضة 53-87, والتضامن كان عم بيخسر بمفاجأة 62-65 أمام بيبلوس أو يو بي أي, هو بيبلوس من الآخر. المتحد كان عم بيخسر 60-71 من الهومنت من. أما المرحلة الثانية نهار الخميس ب 11 الشهر هومنت من والحكمة الساعة 7 بمزهر, نهار الجمعة ب 12 الشهر الرياضي والشانفيل مباراة كبيرة الساعة 6-10 بالمنارة, وهوبس مواجهة التضامن الساعة 6-10 أيضا بقاعة ميشيل ألمور بنهر الموت, والسبت ب 13 الشهر بيبلوس بمواجهة المتحد الساعة 4 بقاعة ميشيل سليمان. هذا كل شيء عن كرة السلة حاليا. سوف نقفل ملفات كرة السلة وكرة القدم وننتقل لأخبار المحركات. نبيل أهلا وسهلا فيك, الحمد لله على السلامة, مجدك من ألمانيا. مرسي, الله يسلمك. والله عشنا جو كتير حلو بألمانيا. هلا بركي إذا بقي معنا شوية وقت نحكي عنه, بس بدي أقول لك شغلي بألمانيا كنت خبرتك إياها تحت الهواء, السيارات والفوتبول كتير بيتفقوا. يعني كانوا جايبين فريق الدورتموند على ستاند الهانكوك بقلب المعرض اللي كنا فيه, والكومبينيشن كان كتير حلوة. إحنا سبقناهم, بلشنا كومبينيشن فوتبول سيارات من حوالي شهر تقريبا. دورتموند مش ماشي حالهم بالدوري بالبوندسليغا, انما بالتشامبيونز ليج دائما بيكون ماشي حالهم. يورغان كلوب يعني وضعه شوي صار مشكوك بامره بهالموسم. صحيح. خبرنا شو عندك اخبار نبيل حتى ما ياخذ كثير وقت. ايه اخبار تاني, اليوم عندنا بطوله الشرق الاوسط بالدريفتنج اللي صارت من حوالي تقريبا شي 10 ايام بدبي. انا حاليا بنيجيريا مع خبر. انا انت على شيء انا بنيجيريا اول ما بدك اياه. بقى كان في بطولة ريد بول كار بارك دريفت فاينلز ميدل ايست فاينلز, صارت ب 28 نوفمبر بدبي. كان فيها 16 درايفر تقريبا عم بيشارك من جميع انحاء المنطقة. كان فيها من الامارات, من السعودية, من عمان, من الكويت, من لبنان, من الاردن, من مصر, من تونس, من موريشيس ايلاندز. يعني كل اللي شاركوا بهالبطولة حوالين المنطقة, كل دولة اختار منها اثنين. احنا كان في عنا من لبنان عم يشارك معنا بسام زحلان اللي حيكون معنا بعد شوي على الهواء, وكان عم يشارك كمان كفاح هلال. انا بس بدي اخذ دقيقه هون استذكر بطل الشرق الاوسط للسنة اللي مضت 2013 اللي هو البطل اللبناني جاد هيمو اللي غادرنا بظروف صعبه حوالي شهرين تقريبا. بعد ذكرني كثير لما كنا عم نتفرج على البطوله, بس الشباب كفوا ووفوا لو ما عملوا نتيجه السنه, بس كمان عملوا نتائج حلوه. يعني طلع على بسام زحلان طلع رابع برغم انه خبط سيارته بتاني هيت. هلا خبرنا هو تفاصيل اكثر شو صار معه. بدنا نهني احمد دحام بالاردن اللي ربح على نيسان سيلفيا, جمع 257 نقطة, فرق نقطة واحدة عن العماني علي البلوشي اللي كانت هديك السنة كومبيتيشن كتير حامية بين جاد والأردني كمان على نقطة. هالسنة كمان كانت حامية بين الأردن وعمان على فرق نقطة واحدة. طلع الثالث معنا هيثم سمير 203, بسموه الكبير هيثم سمير 236 على قافية ولا تعليق. وهو على متن البي ام دبليو الاي 46. بسام هلا حيكون معنا على الهواء. طلع بسام رابع بالرغم من انه الاحداث الاكسيدون اللي صار معه. رح نسمع شوي شو عمل بسام بسوئاته, شوية اصوات حلوة. يلا يا احمد سمعنا بسام شو كان عم يعمل بدبي. هيك كان عم يعمل. هيدي سيارة بسام, هيدي عملتها امبارح انا هون. عملتها تحت البناية. كان عم بفكر لا يا الي لا يا الي دايما الفرقة مسكرة يا الي. انت مش حاضرني على البي ام دبليو. بقى بس كان على البي ام دبليو كان عم بيعمل شو كتير حلو, سمعنا اصوات كتير حلوة, ععمل شو كتير حلو. بسام بنحكي معه شوي هلا يخبرنا عن تجربته. بسام كيفك؟ بخير. كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. كيفك انت؟ اول شيء انت عملت رابع برغم الحادث اللي صار معك, وبقى خبرنا شوي هيك تاني تجربة لك بدبي. انا بتذكر شفتك سنة الماضية كنت حدك. بقى خبرنا شوي تاني تجربة لك ببطولة الشرق الاوسط بالدريفتينج, شو كان شعورك, شو عملت, شو صار معك بالضبط؟ والله التجربة كانت رائعة. بتعرف انه سبق ونحن هاي تاني مرة مثل ما بتقول طلعنا على دبي لنعمل سبق, بس ما عم نتوفق بدبي. ما بعرف ليه دبي ما مش منيحة كانت علينا. عم بيصير في مشكلة بالسيارة, يعني انا تاني طلعة صار معي مشكلة بإشارة سوبر تشارج, فما ضل معي وقت لحتى غير دوليب او لبرد السيارة. عرفت كيف؟ اضطرينا ان نرجع نفوت بسرعة لان كانوا النقل لايف. يعني بس قدمت شو حلو يعني بالرغم من اللي صار. انا اتفرج يعني اللي هي الاول طلعة وتاني طلعة انه حلوين يعني, مش يعني في استمتاع, واحد بتفرج عليك عم بيستمتع باللي عم بتفرج عليه. هو كاستراتيجي دريفتينج نحن بنترك لاخر طلعة, كل شيء بنعمله باخر طلعة, بنريح السيارة, ما بناخذ منها كل شيء اول طلعة وتاني طلعة. اخر طلعة خلص نعطي الماكسيموم يعني.
فصارت معنا المشكلة زحطت شوي من ورا فر نكز الدولاب بالحائط. حتى الشوفير تاني كفاح هلال كمان كان موجود معه كمان صار معه مشكلة بالسيارة. صح يعني بس حتى استمتعنا بالشغل اللي عمله يعني هي البطولة بحد ذاتها والضغط اللي بيكون موجود بنقل مباشر ودبي والجمهور والضغط يعني بفهمك أنا كنت هونيك بعرف شو بيكون واحد عم بحس. مظبوط يعني الضغط أوفر بريشر بيكون عليك وخصوصا أنه صار في مشكلة بتاني طلعة صحيح والنقل اللايف كتير دقيق يعني ممنوع تتأخر ولا ثاني اللي بتكون جاهز وأنا يعني بعد السيارة ما بردت اللي عم ينظموا هونيك عم يدفشوني ويلا ويلا بدنا تطلع السيارة ما يعني ما كنت مرتاح أبدا ما تطلع. طيب بس أما إذا بدنا نقارن شوي بين الشوفيري أنت بتلتقى معهم في كتير لمرة تانية بدبي وبين الشوفيري اللي بتلتقى معهم هون بلبنان يعني تقييمك هيك سريع بس شو اللي بينقص إحنا الشباب اللي بعد ما وصلوا مثل ما أنت وصلت مثل ما جاد الله يرحمه وصل مثل ما كفاح وصل اللي بعد ما وصلوا لهالمرحلة للشعور بدبي شو بينقصهم اليوم تيكونوا موجودين سنة الجاي معك مع كفاح مع الشباب بدبي ويعملوا نتيجة حلوة؟ هلا كل الشباب هون كلهم قوية ما في حدا ضعيف بس اللي عم ينقصنا هون اللي ما كان من السنه الماضي اللي بلشوا فيها هو اللي عملوا بطوله لبنان للدريفت. صحيح هي كانت اول سنه بتنزلوا فيها بطوله لبنان للدريفت. نحن قبل كنا ما نعمل سباقات هون الريد بول بلبنان والريد بول برا او سباقين كل السيزون كل السنه وبتعرف انت ممنوع نصفط على الطريق ممنوع نشتري بلبنان برا اكيد انت يعني كبطل اليوم رسالتك لازم تكون انه ما حدا يشفط على الطريق يشفطه بالمناسبات الخاصه والاماكن الخاصه على الطريق حتى ما بيستفيد ما بيكون عم بيتمرن اذا شفط على الطريق لان كونسبت دريفتنج اللي عم نعملها غير كليا عم تشفط الطريق. صحيح في تكنيك وفي شو بدنا بس من حدا من وزاره الرياضه بدنا ساحه مثل الموجوده برا ليتمرنوا فيها الشباب يعني حتى صار في مبادرة إذا ماني غلطان بطرابلس صار في ساحة بيقدر يطلعوا يتمرنوا فيها الشباب صغير يعني مش يعني عم نوصل هن نوصل ضد الأبطال للدول برا يعني جاهزين من كل شيء يعني نحن يعني الساحات اللي عندنا كثير صغيرة ما فينا نحط سير جير يعني ندعس بس كثير سير جير يعني هلا في اسطوره في اسطوره بيقولوا انه الشوفير اللبناني شاطر على الضيق وعلى المحلات الصغيره بس على المحلات الواسعه ما بيقدر يفتح مزبوط. صح هذا والدريفتنج برا بيكون مثل ما شفتي التحديات الطويله والبوينت هي كلها على التحديات الطويله. صحيح بس انه حدا حتى من ناحيه هون بعد من لبنان شوي ضعيف مش عم يهتموا بهيدي الرياضه عندنا رياضه عم تشوف قد ايه ضخمه وقد ايه فيها ميديا وقد ايه فيها اعلان وشهره بس ما حدا يعني سبونسرز قلال يعني السبونسرز بس بلشوا هلا بعتقد بلشوا بعد الاتي سي ال ما اطلقوا بطوله لبنان صار في يمكن سبونسر اكثر عم بتضخ صار في يمكن اعلام اكثر عم بغطي مش مثل برا انت بتعرف هذه الرياضه مثل كثير صحيح مثل في وبدا دعم بدنا هالشركات تتشجع بدنا هو ديفنس على الوضع البلد يعني البركه فيكم بسام وبركه بكفاح والشباب تطلع انه طالما انتم عم تحملوا اسم لبنان لبرا وعم بتفرجوا عن بطولات عن جد يعني انا عم بحكي مع الشباب عم بقول انه بسام طلع رابع برغم انه صار معه حادث يعني هذا انجاز بحد ذاته يعني النقط اللي جمعتها الحمد لله ونعمل شيء حلو عندنا سكيلز قويه بس بدنا الدعم شوي المادية يعني وشوي ايفنتات هلا صار عندنا خمس السنة الجاية كمان نجهز نجرب السيارة نطلب لابارت نجربهم صار يعني دايما لقدام هلا هاي الرياضة بقى تكبر اكبر واكبر كمان مساعدة الرد للأطفال اكيد بسام شو بتوعد محبينك ومتابعينك بالنسبة لسنة الجاية يعني بسام شو محضرنا لبطولة لبنان وعنده هدف كمان يطلع على دبي بال 2015 ولا خلص بكفايه هالقد؟ لا اكيد نحن بنوقف هون يعني بتعرف السبق توفيقه بدبي ما توفقنا يعني السنه الجايه بتكون كثير قويه حتى كمان بعوده فراس خباج صحيح فراس خباج كان موقف له سنتين بعيد عن الرياضه هلا رجع وحضر سياره وفراس اسم كبير يعني في كثير اسامي عم بعرف انه عم تتحضر للبطوله السنه كمان كانت مقفيه سنتين لورا يعني بنقعد ببطوله دريفتنج بلبنان حلوه كثير ومتمنى انه هالابطال كلها تقدر توصل على دبي وتفرجي مزبوط الدريفتنج سكيلز تبع اللبنانيه كيف عم بتكون على الضيق وبدنا اياكم تمرنوا على الواسع كمان يا بسام ما عندنا بليس بس عندنا مشكله بالبليس وهون بعدها كمان العالم ما نعطي عذرنا يعني اذا لقينا شي ساحه نتمرن فيها
نقول لهم نحن منا زعران عن شخصيت، نحن بنمثل لبنان وعم نطلع رياضة كبرت، في ناس بعد ما عم يعرف انه هاي الرياضة يعني انا برايي الشخصي المتواضع انا بقول رياضه الدريفتنج اليوم عم تاكل الموتور سبورت كلها سوا، يعني شيل الفورمولا 1 والرياضات اللي بتلعب عالميا على المستوى اللبناني او مستوى حتى المنطقه، الدريفتنج صار من اهم رياضات الموتور سبورت، يعني عم بياكل وقت من الرالي وعم بياكل الجمهور من الرالي ومن غير رياضات كمان، وفي كتير جمهور له صح. صحيح، يعني انا بتذكر بس تطلع اتفرج على جوله من بطوله لبنان او على الريد بول لما تصير ببيروت ما في محل تقعد. مظبوط، حتى في نار ريد بول لبنان كان سوبر رائع، عملوا صار حلو. صحيح، فكره جديده كانت الاندر جراوند مع 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 كيف تحت الادويه اللي كانت معموله وهيك، يعني جيده جدا كانت منهم للريد بول السنه، وان شاء الله السنه الجايه حسب ما وعدوني في شيء كتير حلو كمان. يعني كل الايفنت اللي بتعملوا ريد بول بتكون رائعه، من تنظيم لعالم ريد بول بهم الشباب بهم الميديا، ما عم تعمل شيء حتى بعد الوحيد الريد بول ما بتاخذ مصاري، عم تعملنا ايفنت عم توصلنا وشهره من وراها ومش عم تاخذ منا مصاري. صحيح، هيدي شغله كثير منيحه، عم تعمل يعني بوش للشباب تعوا شاركوا هون، ما تشفطوا على الطرقات، نتمنى منكم شيء اللي عنده سكيلز يجي لعنا ويشفط عنا بالطريقه المضبوطه. بالطريقه المضبوطه رح نسمع كمان بعد شويه اصوات من سيارتك بسام، هو اللي انت كنت عم تعملهم. بدنا نقول لك بسام بالتوفيق لسنه الجاي، هارد لك لهي السنه، ونحن كثير فخورين فيك وفخورين بكفاح كمان طلعتوا مثلتوا لبنان واعطيتوا شو كثير حلو. يعطيك العافيه. ننتقل كمان لأخبار تانية، كمان دبي بالأسبوع اللي مرق كانت ولعانة، يعني كانوا عاملين أصلا هني شيء اسمه دبي موتور فاستيفال على مدى تقريبا شي 10 أيام، هول الأرقام اللي بحبهم إليه. يلا نحن تعودنا كنا ب بتحب تقهرنا كل جمعة ما عندك حل يعني. نحن هذيك السنة طلعنا تفرجنا، كانت أول مرة بنظموا شيء اسمه دبي باريد جراند باريد. السنة كانت أكبر وأكبر، إلي حضر لي حالك. يلا قول. 600 سيارة وموتو. لهلا هيني 600 سيارة وموتو، أكثر من 140 مليون دولار من السيارات مجمعة بمحل واحد، تعملوا أطول موكب سيارات. أغلى موكب قصدك؟ أطول، يعني عم نحكي 600 سيارة وموتو كلها فيراري لامبرغيني أستون مارتن. 600 سيارة وموتو واحد يعني؟ لا 600 سيارة وموتويات كلهم سوا. كانوا عم يشتغلوا، تي عنده شغلتين، كانوا عم بيحاولوا يكسروا رقم جينيس. كسروه حلو. 58 براند كان فيه، طول الموكب 3.2 كيلومتر. أوف، طول الموكب كله سوا من أول سيارة لآخر سيارة بقلب الموتويات. والرقم الثاني اللي عم بجربوا يكسروه كانوا أطول سيلفي. هم بدي وجه تحيه لزميلي صديقي وحبيب قلبي بقناه الجديد محمود طرحيني، ملك السلفي بلبنان. هلا بده يزعل اطول سلفي. هيدي 289 شخص مسكوا ايدين بعض هن عم بيتفرجوا على الموكب واخذوا اطول سلفي، يعني هيدي صعبه على الزميل، يعني لا صعب كثير مستحيله، بس لك بيعملها. بدي خبرك خبريه بهذا الموضوع، يعني معود محمود طرحيني وزميلنا بالجديد انه كل ما يطلع افضل لاعب بمباراه عبر كارت جديد منقوله، يعني بتصور انا بما انه انا كان بعمل مقابله باخر هيدا من بعد، لو كنا عند تعليل او عادي بنزل معهم مقابله عادي بارض الملعب، لو حتى ما كان موجود هو بيكون موجود بهذه الصوره، هذه الصوره دائما بتصور انا وياه وافضل لاعب. تمام، بحط الصوره على الفيسبوك، يعني هذه هديه السيلفي مع افضل لاعب المباراه. مباراه ما كان فيها محمود طرحيني، كنت انا وزميلي شباب كريم عم نعلق عبر القناة الجديد وما كان موجود بهيدي المباراة، نزلت عم بعطي افضل لاعب كان وقتها علي بزي مباراة النبشين. شو بدك يعمل محمود طرحيني؟ انا شو عملت؟ انا بحق الحصري تبعه صورت سيلفي انا وعلي بزي وبعثت له، قلت له انا ما بنزلها على الفيسبوك، انت بتنزلها افضل لاعب بالمباراة لو انت ما كنت موجود بهيدي الصورة. حسنا شو كان عامل محمود طرحيني؟ صور حاله على التلفزيون، بدي اقول لك حاطط الصورة وراه انا وعلي بزي على التلفزيون عم بعمل مقابلة معه، هو حاطط راسه بالنص هيك مبين انه سيلفي، حتى لو ما كانت سيلفي انا افضل لاعب بالمباراة والي اسيس. لازم معقول يا زلمة؟ لازم تاريخي محمود طرحيني. خلينا نكمل نحن تعودنا هذيك السنة شفناه هون اسطول الشرطة بدبي، هن لامبرغيني وفيراري وسيارات سوبر كار، بس اللي كان مميز السنة بالدبي ووتر فيستيفال هو السوبر كار تاكسي، يعني كان فيك تروح بحيالله مول بحيالله محل في تجمع بتاخد تاكسي موجودين هن فيراري رولز رويس بنتلي
اللي بدك يا يعني عم تحكي انت عم تطلع بتاكسي قيمة السيارة مليون دولار او نص مليون دولار تيوصلك على الفستيفال او على الموتور فيليج اللي كانت معمولة. فكانت كمان خطوة جيدة من الادارة بدبي وادارة اللي كان عم نظموا الفستيفال كله سوا. حلو. فدايما هيك بعودونا على قصص غريبة مع هول الارقام الكبيرة اللي انت بتحبهم بترك لك يوم للاخر. يلا خصوصا الارقام الكبيرة بعد في شيء. لا خلص هلا بدك ارقام صغيرة هيك خبرية يلا سريع. سريعين سريع جدا هو كنت هلا عم بقرا عن اقل من نص دقيقة يعني اقل من نص دقيقة يلا بكره بنجيب معلومات اكثر. ايه كنت عم بقرا انه اخترعوا امبليفاير للسيارة اصغر من السداي حجمه. حلو. يعني بتحطه حيلا محل كتير صغير هو اخبار من احجام صغيرة. وكمان اخترعوا ريسنتلي كان احمد مبسوط فيهم الاخبار بقى هيك مش عم نعيدهم. صار فيك تنزل ابلكيشن على تليفونك بس تقرب على السيارة بتفتح وبتدور بس تفل منها بتطفي وبتقفل. هو هيك التكنولوجيا سريعا شو عم بيصير بعالم السيارات. يعني ريت كل اسبوع اي اسبوع لا انت عم بتحفلها بهدول المعلومات. انا بتشكرك نبيل حلقتنا تخطينا 10 دقايق اليوم. احمد عنا عم بنط على الكرسي. على كل حال قطعت الحلقه اليوم. مش بس احمد عنا عم بنط على الكرسي, في حدا تاني عم بنط على الكرسي. مش متخيل متاكد انا. على كل حال مستمعينا كمان بتشكر نبيل مصطفى صديقي وحبيب قلبي وزميلنا براديو البلد ايضا رح نكون معه اكيد بالاسبوع ما بعد المقبل. بتشكركم كلكم على حسن المتابعه. هذا كل شيء لحد هلا بهالاسبوع من برنامج صور البلد. الى اللقاء 100% عم بنط على الكرسي. Happy Christmas! Our ballad radio station.